الساحه الفنيه المغربيه بالنسبه للغناء وهذا الشيء اللي كنشوفوا دابا فهو منحط جد جد منحط فهمتي، وكاين فرق كبير بين ما كانت عليه الاغنيه المغربيه وما اصبحت عليه فهمتي، في من ناحيه الالحان من ناحيه الكلمات. بالعكس ان دابا فهاد الوقت ديال العصر اللي كنعيشوا فيه حنا ديال لي زورديناتور عندهم دي زاباراي لوتوتون باش كيصوبوا الاصوات ديالهم وكل شيء، كان خاص العطاء يكون اكثر من داكشي اللي كانوا عليه الناس في قبل، ولكن للاسف الشديد ما كاين حتى شي حاجه، اون بليس دو سا ما كاين لا رقابه لا حتى شي حاجه، واللي بغى يقول شي حاجه كيقولها فهمتي، والانسان كيولي اوبليجي عليك فيما كدير الراديو كتلقى شي واحد كتبقى تسمعوا غير هوايا. شحال هذيك كنا كنسمعوا شي اغاني عندهم معنى، دابا شويه كاين اللي كيخرج اغاني زوينين، كاين اللي ولا غير كيخربق وما كيوصلناش داكشي اللي حنا باغيينو. المهم بحال الاغنيه ديال حاتم ادار شويه انا ما عجبتنيش صراحه، و ما عجبتنيش فهاديك احين صراحه ما عجبتنيش، واخا كاينين كلمات زوينين ولكن وما عجبنيش يجيب الدوما الفيديو كليب. والاغنيه ديال سعد المجرد غزالي عجبتني صراحه، داكشي بعد اللي كان قديم كان كيعجبنا صراحه، واخا طويل الاغنيه كتكون طويله يعني كتكون فيها معنى وكتصنتي لها وانت عاجباك. وتدابا تطورت القضيه واغاني زوينين ولكن بعد الوحده ولاو كيخربقوا. بالنسبه لهداك الشيء نقدر نقول لك انا داك الراي ديال الناس الاولى كيقول شي حاجه هو مارب ماشي دابا هو كيبغى كيبغي يدير انتير الناس بحد شي طريقه شويه غير مناسبه. كاين دابا كيدير شي اغاني اللي باغي يدير بهم البوز ويعني ما عندوش كيغنيش على شي حاجه اللي كاينه في الواقع، كيغني غير على اي حاجه جاتو في بالو كيغني عليها. المهم كما نقول لك بدون مستوى وصافي. بالنسبه لحاتم ادار استغل شي وحدين هذوك برودكاستر في يوتيوب يعني بغى يدير بهم البوز، من بعد ما دار داك يعني شنو نقول لك نسميهم لك، واخا واحد ما خصنيش نسميه، كاين الدوما وكاين نيبه مسكينه شنو نقول لك، هذاك غير استغلو. مسلم بالنسبه للمسلم ديديكاس لي من مدينه برشيد، كنحترمو بزاف وكنقدرو، وهو اللي كان تمزك ليه اكشارين يعني داك السيد تبارك الله تبارك الله عنده واحد العقليه عنده واحد العقليه وكيدوي على الواقع، ماشي كيبقى اللي جاشي كيدوي على البليه على التشرد كيدوي على يعني الشعب عايش في المعاناه يعني بزاف د الحوايج. هذاك السيد كنحترمو وكنقدرو بزاف صراحه. تخربيق مابقاش شي حاجه اللي كتستافد منها فهمتي، يعني بحال داك الديسك اللي عاد تلاحو ديال الواي واي وداك الشيء ديال سماتي سرحاني جيبوا لي حياه جيبوا لي مدام تيش داك الشيء عاد مكاينش بحال الميوزيك الاول القديمه حسني نصرو شابيلال اخص شابيلال عاقل يعني الديسك سونتي مونطالو كيلعبوا لك على الاحاسيس يعني ماشي واي واي داك الشيء تخربيق فهمتي. داك الشيء علاش اما باش يكون شي واحد عنده الجرأه بحال مثلا كنشوفوا حنا بعض المغنيين في الشرق غير من هاد الاخرين هادو مثلا كجورج واسوف داك الشيء ما كيحتاجش يجيب مثلا دريات كيشطحوا عريانات ولا هادي باش كيشهر الاغاني ديالو، يقدر هو يغني بوحدو اي سا مارش بيان. علاش؟ لان الجوده في الكلمات الجوده في الالحان، بلا ما نهضروا على الناس القدام وداك الشيء. للاسف الشديد الدراري كاينين الدراري هنا دابا عندهم اصوات زوينين وعندهم داك الشيء، ولكن للاسف ما كيعرفوش كيفاش يستغلوا داك الشيء، وكل شيء ولا بغى يتشهر دغيا، ما بغاش يكتفي غير بالوطن ديالو ولا هو بغى يتشهر عالميا باي وجه كان.